الرحمن الرحيم. كمل محاضرات الموت وعلاماته، وهذا اليوم آخر محاضرة وياكم. نأخذ هي آخر علامتين اللي هي علامة التشمع والتحنط. التشمع هو من التغيرات الرمية التي تحدث في ظروف خاصة. شو يصير عندنا؟ يحصل التشمع عند وجود الجثة في ظروف خاصة، حيث تتحول الأحماض الدهنية غير المشبعة unsaturated fatty acid إلى saturated fatty acid، وذلك باكتساب ذرة هيدروجين. ولما تكتسب هذه الذرة مع الهيدروجين، يتحول الأوليك والبالميتك أسيد إلى ستيريك أسيد، وهذا الستيريك أسيد يتحول بدوره إلى الهيدروكسي ستيريك أسيد، والذي يعتقد أنه هو السبب اللي يحول الجثة إلى حالة التشمع، ويطلق عليه اسم الستيرين. وراح نلاحظ أن هذا الجثة شلون راح يكون شكله. تكون هسه نحكي 77، طبعا تكون لون لامع ابيض مصفر، وبها رائحه زنخه يعني معفنه، وطبعا تقريبا تحافظ اجزاء الجثه على اماكنها، الاعصاب تبقى مكانها والاوردة تبقى مكانها والاحشاء الداخليه تبقى مكانها. ولهذا اذا لقينا تجمع دموي، اذا الشخص هذا يكون مثلا توفي بسبب طعنه، راح نلقى ممكن نشوف التجمع الدموي في اماكن معينه. قبل كانوا يعتقدون أن سبب التشمع هو تحول الحماض ناتج عن تحول حوامض الجثة غير المشبعة، وهي في حالة شبه سائلة، من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم إلى أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم. هذا التحول من أملاح الصوديوم والبوتاسيوم إلى أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم هذا يحدث في عملية الصوبنة. لهذا كانوا يعتقدون قبل، اللي كانت تفسير جزئي عملية التشمع، أنه هو سبب التصبن أو الصوبنة اللي يصير بالجثة اللي تحولها للتشمع. طبعا يحتاج التشمع للحصول إلى وجود مصدر للهيدروجين، مصدر الهيدروجين. لهذا الجثة لما تكون بالماء عندها تشانس أقوى أنه تتحول إلى تشمع، بسبب تعرفون الماء بذرة هيدروجين، ذرة هيدروجين مقابل أكسجين، فيكون هو مصدر الهيدروجين، وبهذا يساعد على تحول الجثة إلى التشمع. وهذا طبعا لا يكفي بوحده، انه مو بس اي جثة تكون موجودة بالماء تتحول للتشمع، تحتاج الى ظروف خاصة بالاضافة الى توفر بكتيريا. ويعتقدون ان الكلوستريديا والشاي هي البكتيريا المطلوبة في اتمام عملية التشمع. التشمع الفترة مالته اللي لازم لحدوث التشمع هي تتراوح ما بين 3 اسابيع الى 6 اشهر، من 3 اسابيع الى 6 اشهر، وبعض حالات قد ما يكتمل الا مدة سنة، يعني يبدأ التشمع بعد 3 أسابيع ويكتمل مدة 6 أشهر، هذا الستاندر. بس مرات ممكن يبدأ قبل 3 أشهر وممكن يطول أكثر من سنة. يعني مسجلين حالة أنه طفل توفي خلال 45 يوم في ظروف ملائمة، صار عنده تشمع كامل. يصيب التشمع مو بس الجسم الخارجي، مثل ما قلنا الأعضاء الداخلية، وخصوصا المناطق المحاطة بالدهون كالجلد والمعاء وغيرها. الصفات الجثة المتشمعة هي كالتالي، مثل ما قلنا تكون ذوات قوام صلب، لونها أبيض مصفر، تنبعث منها رائحة زنخة اللي تعفن، تحتفظ الجثة بمعالمها، تبقى الأعصاب في مواضعها سواء الخارجية منها أو الداخلية. شو استفاد من هذا الكلام يعني من ناحية الطب العدلي؟ أنه أول شيء التشمع هو علامة أكيدة من علامات الوفاة. ثانيا أعطى فكرة عن الزمن المنقضي للوفاة من خلال التغيرات. احنا قلنا يبدأ وراء 3 أسابيع وينتهي وراء 6 أشهر يكتمل. فمن خلال متابعة هذه التغيرات ممكن نقدر زمن الوفاة وربطها بالدلائل اللي عندنا من سبب الوفاة، الظروف اللي صارت فيها الوفاة، هل هي جنائية هل هي طبيعية وغيرها. ممكن نستفاد من التحنط في التوصل إلى سبب الوفاة، حيث تبقى الإصابات المحتفظة بشكلها وتحتفظ الأحشاء المتشمعة بتراكيبها، كما يمكن تمييز التجمعات الدموية، وكذلك يمكن تمييز فتحات الإطلاقات النارية والجروح الطعنية. يعني من خلال دراسة للجثة ممكن نشوف تجمع دموي أو مدخل طلق ناري، أو حتى ممكن بقايا السلاح اللي استخدم، ممكن كل هذا نتوصل إلى سبب الوفاة. رابعا التعرف على هوية الجثة، خصوصا إذا أصيب التشمع منطقة الوجه. يعني ما راح يعطينا مطابق 100%، بس على الأقل يعطينا صفات عامة مثل عمر الطفل، عمر الجثة، هل هو طفل أم كبير. ممكن نقدر الشغلات اللي مميزة بوجهها، ممكن تكون محافظة على شكلها، وبهذا ممكن تعرف على المتوفي.
إعطاء فكرة عن الوسط الذي حدثت فيه الوفاة. الأهمية الخامسة هو إعطاء فكرة عن الوسط الذي حدثت فيه الوفاة، حيث يكثر حدوث التجمع في حالات الغرق. ليش؟ لأن التجمع يحتاج مصدر للهيدروجين، والماء هو هذا راح يكون المصدر، بالإضافة إلى الظروف الأخرى اللي من ضمنها وتوفر البكتيريا، فيتحول إلى التجمع. وممكن في نفس الجثة يحدث تجمع وتفسخ. شلون؟ لما تكون الجثة نصها طافي فوق سطح الماء والنصف الآخر تحت سطح الماء، فالنصف اللي تحت سطح الماء راح يعاني من التشمع، بينما اللي فوق سطح الماء راح يعاني من التفسخ. فهنا راح يصير نفس الجثة بها عمليتين، لعملية التشمع والتفسخ في آن واحد. آخر علامة من علامات الموت هو التحنط. التحنط طبعا يحدث في ظروف خاصة، جثة أو شخص يتوفى بالصحراء، درجة حرارة عالية، وجود الرمال يعني الجافة التي تمتص السوائل، هذا راح يعجل عملية التغيرات الكيميائية والجفاف بحيث ما يلحق يصير تفسخ بها، وتفقد الجثة شيئا فشيئا سوائلها إلى أن وتركيباتها إلى أن تصل الجثة في النهاية إلى ربع وزنها. يعني إذا واحد شخص وزنه 100 كيلوغرام عند الوفاة، عند اكتمال التحنط راح يلقى وزنه 25 كيلوغرام، كل السوائل اللي بيه تبخرت. التحنط مثل التشمع يساعدنا في معرفة الزمن المنقضي من خلال دراسة كمية السائل المتبقية في الجثة، ممكن نقدر زمن الوفاة. بعض الحالات مثل ما بالتشريع عندنا نستخدم، احنا نحاول نحنط الجثة حتى للدراسة باستخدام محاليل خاصة، يعني اللي يتركب من الفورمالين والبوراكس والجلسين وغيرها، تحنط صناعي ما يعنينا الدراسة فيه حاليا. اعتقد كملت. هذه الجثة متحنطة، تلاحظون انه شيء صغيرة صايرة يعني من حجمها بسبب تبخر السوائل اللي بيها، بس باقية محافظة على شيء ما على أجزاء الجثة، يعني نعرف أنه الرأس، الرجل، الأضلاع، المشط، القدم وهكذا. أتمنى لكم حظ وافر ونجاح إن شاء الله، ونلتقي معكم بمحاضرات البطولوجي. والسلام عليكم ورحمة الله.